السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للمستوى الثاني، ودرسنا لهذا اليوم هو الزاوية القائمة. والأهداف من هذا الدرس هي: أولا، أن نتعرف الزاوية القائمة. ثانيا، أن ننشئ الزاوية القائمة بواسطة الأدوات الهندسية. وكالعادة سنبدأ بالحساب الذهني، واليوم سنقوم بضرب العدد 3 في الأعداد من 0 إلى 10 بشكل تزايدي. 3 في 0 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 0. 3 مضروبة في 1 كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 3. 3 مضروبة في 2 كم تساوي؟ جيد، تساوي 6. 3 مضروبة في 3 كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 9. 3 مضروبة في 4 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 12. 3 مضروبة في 5 كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 15. 3 مضروبة في 6 كم تساوي؟ جيد، تساوي 18. 3 مضروبة في 7 كم تساوي؟ ممتاز، تساوي 21. 3 مضروبة في 8 كم تساوي؟ جيد، تساوي 24. 3 مضروبة في 9 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 27. 3 مضروبة في 10 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 30. والآن لنبدأ درسنا لهذا اليوم بالوضعية المشكلة كالعادة. سأقرأ الوضعية، أنصتوا جيدا. طلب منك أستاذك رسم بعض الأشكال الهندسية التي تعرفت عليها في الحصص السابقة بدون استعمال التربيعات، فتساءلت عن طريقة القيام بذلك. إذن الوضعية واضحة، طلب منك أستاذك رسم بعض الأشكال الهندسية التي تعرفت عليها في الحصص السابقة، والشرط هو عدم استعمال التربيعات. ما رأيك بالتذكير ببعض الأشكال الهندسية التي تعرفنا عليها سابقا؟ عندنا المثلث قائم الزاوية والمستطيل والمربع. إذن كما تتذكرون أعزائي، هذه هي الأشكال الهندسية ثنائية الأبعاد التي تعرفنا عليها سابقا. وكما تلاحظون، كل شكل له خاصيات تميزه، فكل هذه الأشكال تتوفر على زوايا قائمة. إذن دعونا أولا نتعلم كيف نقوم بصناعة زاوية قائمة. نأخذ أولا ورقة مستطيلة الشكل، نقوم بطيها كما هو مبين في هذا الشكل الثاني. بعد طيها نقوم بتقطيع الجزء الذي بقي من الورقة، وأخيرا كما تلاحظون نحصل على هذا الشكل. والشكل الذي نحصل عليه فهو يشبه المثلث قائم الزاوية. سنشير للزاوية القائمة باللون الأحمر. إذن كما تلاحظون، هذه هي الزاوية القائمة. عندنا هنا ضلع، عندنا هنا رأس الزاوية، ثم عندنا ضلع آخر، فالضلعان متعامدان فيما بينهما يعطوننا زاوية قائمة. ما قمنا بصناعته الآن بالورقة يسمى قالب الزاوية القائمة. نستطيع الاعتماد عليه لرسم الأشكال الهندسية، لكن هناك أداة هندسية نستعملها تشبه قالب الزاوية القائمة. هل تعرفون ما اسم هذه الأداة؟ أحسنتم، اسم هذه الأداة هو الكوس. إذن كما تلاحظون، الكوس هو الأداة التي سوف نعتمد عليها في رسم الزوايا القائمة وفي رسم الأشكال الهندسية أيضا. قبل ذلك دعونا أولا نتعلم كيفية استخدام الكوس. أستخدم الكوس وأحدد الزوايا القائمة. عندنا هنا 4 زوايا قائمة،
نريد تحديد الزاوية القائمة من الزاوية الغير القائمة، وما سنعتمد عليه هنا هو الأداة المسماة بالكوس. إذا لاحظوا الطريقة التي نضع بها الكوس، إذا كما تلاحظون عندما وضعت هذا الكوس وقمت بتطبيقه مع الزاوية، لاحظت بأن أضلاع الزاوية هي متطابقة مع أضلاع الكوس، ورأس زاوية الكوس مطابق مع رأس الزاوية المرسومة. إذا هذه زاوية قائمة، لهذا أشرنا إليها باللون الأحمر. فلنجرب الآن الزاوية القائمة الثانية، إذا كانت قائمة أم لا؟ لاحظوا عندما نضع الكوس بهذه الطريقة نلاحظ بأن الضلع الأول مطابق، لكن الضلع الثاني غير مطابق مع الكوس، إذا رأس زاوية الكوس ليس مطابق مع رأس زاوية مع رأس الزاوية المرسومة. إذا هذه الزاوية هي زاوية غير قائمة. ننتقل الآن للزاوية الثالثة. كما تلاحظون فنضع الكوس بهذا الشكل، نلاحظ بأن أضلاع الزاوية مطابقة مع أضلاع الكوس، ورأس الزاوية كذلك مطابق مع رأس الكوس. إذا هذه الزاوية هي زاوية قائمة، وسنشير لها باللون الأحمر. فلنجرب الآن الزاوية الأخيرة. نضع الكوس في الزاوية الأخيرة على هذا الشكل الذي سيظهر لكم، بحيث يطابق ضلع الكوس ضلع الزاوية، ونلاحظ بأن الضلع الثاني غير مطابق مع ضلع الكوس، وكذلك رأس الزاوية غير مطابق مع رأس زاوية الكوس، لهذا فالزاوية الرابعة هي زاوية غير قائمة. وبهذا أعزائي نكون قد تعلمنا كيفية استخدام الكوس، والآن دعونا نجيب على سؤال وضعي المشكلة، بحيث سنستعمل هذا الكوس في رسم الأشكال الهندسية. وسنبدأ أولا برسم مثلث قائم الزاوية. أول ما سنقوم به هو رسم ضلع، ثم سنقوم بمطابقة الكوس مع الضلع الأول، ونرسم ضلعا آخر يطابق الضلع الثاني للكوس، وبهذا نحصل على زاوية قائمة. ثم بعد ذلك نقوم برسم الضلع الثالث، وبهذا نكون قد حصلنا على مثلث قائم الزاوية. والآن لنرسم المربع. تعلمون أن خاصية المربع هو أن جميع أضلاعه متقايسة وله أربع زوايا قائمة. إذا نرسم أولا الزاوية الأولى بحيث الضلعين الأولين يكونان متقايسين، ثم نكمل رسم الأضلاع الأخرى على هذا الشكل، وننتبه دائما إلى ضرورة تقايس جميع الأضلاع كي نحصل على المربع. سنشير للزوايا القائمة باللون الأحمر. الآن حصلنا على المربع. لنرسم الآن الشكل الثالث وهو المستطيل. وكما تعلمون فالمستطيل يتوفر على أربعة أضلاع وأربع زوايا قائمة. سنرسمه بنفس الطريقة التي رسمنا بها المربع، إلا أن المستطيل أضلاعه ليست كلها متقايسة، بل فقط كل ضلعين متقابلين متقايسين، أي أنه يتوفر على طول وعرض. إذا كما لاحظتم نستعمل الكوس بهذه الطريقة، وبعد ذلك سنحدد الزوايا القائمة ونشير إليها باللون الأحمر، وهذا هو المستطيل. والآن لنتمرن على مجموعة من التمارين. أستخدم الكوس لأرسم زاوية قائمة رأسها وأحد ضلعيها مرسومين. إذن كما تلاحظون عندنا ضلع واحد مرسوم، والمطلوب منا في كل مرة أن نرسم الزاوية القائمة باعتماد الضلع المرسوم، وكذلك رأس الزاوية والذي أشار له باللون الأحمر. إذن نبدأ بالزاوية الأولى، نطابق الكوس مع الضلع الأول، ثم نقوم برسم الضلع الثاني، وبهذا نحصل على الزاوية القائمة. أما الشكل الثاني فسنضع الكوس بهذه الطريقة، بحيث الضلع الأول يطابق ضلع الكوس، ثم نرسم الضلع الثاني الذي يطابق الضلع الثاني للكوس، وبهذا نحصل على الزاوية القائمة. وفي الشكل الثالث نضع الكوس بهذه الطريقة، بحيث يطابق الضلع الأول ضلع الكوس، ثم نقوم برسم الضلع الثاني والذي يطابق بدوره الضلع الثاني للكوس، وبهذا نحصل على الزاوية القائمة.
وننتقل الآن للشكل الأخير. كما تلاحظون عندنا هنا تربيعات، إذن لرسم الزاوية نحتاج فقط لمسطرة ليست بالضرورة الكوس. نرسم الضلع الثاني للزاوية ونحصل بذلك على الزاوية القائمة. إذن ماذا تلاحظون بالنسبة للشكل الأخير؟ أحسنتم، عند استعمال التربيعات لا نحتاج للكوس لرسم الزاوية القائمة. عند استعمال التربيعات لا نحتاج للكوس لرسم الزاوية القائمة.